السلام عليكم، أسعد الله يومكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بإذن الله حنسوي مع بعض رغيف اللحم اللي هو قالب اللحم. عندي هنا نص كيلو لحم مفروم، عندي حأفرم عليه كزبرة، بقدونس، ثوم وبصل، حأفرمها في الفرامة ناعم وأضيفها عليه. عندي الخضروات هذه اختياري، ممكن تستغني عنها. جزر قطعته مكعبات، فلفل رومي ألوان أخضر أصفر وأحمر، ممكن تضيفي أي نوع ثاني من الخضرة اختياري. عندي هنا ربع كاسة برغل منقوع ومصفى يعادل تقريبا 4 ملاعق، وعندي حبة بيضة، وعندي البهارات اللي هستخدمها. عندي بهار مشكل، عندي بهار عثماني، عندي بديل الماجي، عندي ملح ونص ملعقة صغيرة بيكنج بودر. برضو البهارات اختياري، البهار اللي تحبيه ضيفيه واللي ما تحبيه استغني عنه. عندي هنا كاتشب 3 ملاعق، ملعقة هستخدمها مع اللحم، وملعقتين حدهنها على وجه القالب أول ما يخرج. حسوي جنبه بطاطس بوريه، هخلي المكونات البطاطس الآن وأبدأ في رغيف اللحم. هأفرم المكونات هذه اللي قلت عليها وأضيفها على اللحم المفروم. الآن هنا فرمت البصل والبقدونس والكزبرة والثوم وحطيته على اللحم. هأضيف باقي المكونات، هأضيف البيضة، هأضيف البهارات والملح والبيكنج باودر، هأضيف البرغل. البرغل تقدري تستبدليه بتوست مفروم أو بقسماط، نفس الكمية ربع كاسة. وحأضيف الخضروات. طيب الكاتشب زي ما قلت حأضيف منه ملعقة واحدة، والملعقتين الثانية حأخليها على وجه القالب بعد ما يخرج. مكوناتي هذه كلها الآن حعجنها، مو بس ألخبط المكونات، لا، أعجنها عجن إلين الأنسجة تبان، الأنسجة في اللحم تبان. ليه؟ لأني لو ما عجنت، مجرد أني بس لخبطت المكونات وحطيتها، لما تجي تقلب القالب ما حيكون عندك قالب متماسك، لا، حيكون متفتت، وأنا ما أبغى هذا الشيء، أبغى يكون قالب كامل. فأفضل كذا أعجن إلين تبان الأنسجة، وحأوريكم إيش أقصد بالأنسجة. هنا خلاص اللحمة لخبطتها، أو بمعنى أصح عجنتها، هذا اللي أقصده الأنسجة. شايفين كيف؟ هذا اللي أقصده، الخيوط اللي زي كذا، هذه هي اللي أقصدها بالأنسجة. طيب هنا عندي قالب أنا دهنته بزبدة وحطيت بقسماط، هحط اللحمة في القالب وأرتبها. طبعا شغلت الفرن حار، تأخذ من تحت من 20 لـ25 دقيقة، وتسيبيها. طبعا أكيد حيخرج منها موية، تسيبيها تشرب مويتها وتحمر من فوق. طيب كذا رتب القالب، خلاص أدخله فرن حار زي ما قلت، نشوفه معاكم بعد ما يستوي. طيب على ما يستوي قالب اللحم في الفرن، هنتكلم عن البطاطس البوريه. عندي هنا 3 حبات بطاطس وسط قطعتها بهذه الطريقة، وعندي ملعقتين زبدة، عندي ملعقة جبن كريمي اختياري، إذا ما تحبي ممكن تستغني عنها. عندي البهارات بودرة بصل، بودرة ثوم وملح، وعندي كاسة حليب. طيب طبعا حطها بالتدريج إلين يتماسك معايا البطاطس. هنا البطاطس حاضيف عليها موية مغلية وأحطها على النار تنسلق، وبعدين نكمل بقية الخطوات. الآن خلاص استوت البطاطس وهي حارة، ضروري تنهرس وهي حارة. أضفت عليها ملعقتين الزبدة وأهرس. طيب لين أحس خلاص إنه ما في كتل، كل الكتل انهرست. تقدري بالشوكة، بهذه الملعقة اللي يريحك. هبدأ الآن أضيف الحليب، زي ما قلنا الحليب كاسة، لكن أضيفه بالتدريج، ممكن يعني تحتاجي أزود من كاسة حسب السمك اللي أنت تحتاجي، وأهرس. المهم أنها تكون حارة،
تحسي انها وصلت للقوام اللي انت تبغيه خلاص توقفي من الحليب. وابدا اهرس. تشوفين كيف برضها تحتاج لحليب زياده. اخفقي كانك تخفقي خليط او اي شيء لين انا ابغى قوامها ناعم جدا. حاضيف برضو حليب وارجع اكمل هرس. شايفين كيف شكلها ما شاء الله زي البشاميل. برضو حتشرب هذا الحليب حتحتاج. طيب طيب اخر شيء حاضيف الجبن الكريمي. يعني انا حاكمل الان هرس، حاضيف البصل البودرة والثوم البودرة والملح ضفته الان، واكمل هرس وارجع اخفق. اذا حسيت انه محتاج زيادة حليب ازود. اخر شيء قبل التقديم حاضيف الجبن الكريمي زي ما قلت لك اختياري، اذا ما تحبي لا تضيفي. هنا القوام كيف كريمي حلو. خلاص اضفت هنا الجبن الكريمي واخذ مني 3/4 الكاسة حليب. هذا القوام اللي انا ابغاه. تحبي اخف من كذا تقدر تزودي حليب، تحبي اثقل تقدر تقللي الحليب. هذا القوام جدا جميل. الان هخرج صينية قالب اللحم من الفرن ونشوف مع بعض كيف هندهنه بالكاتشب. كيف رغيف اللحم بعد ما خرجته من الفرن، دهنت وجهه بالكاتشب، قطعته. شوف كيف الخضار من جوا، صراحة شكله جميل وريحته رائعة. وهنا خلصت البطاطس زينتها كذا بالملعقة، زينتها بالبابريكا. طبق جميل وشهي. إذا تحبي تقدمي معاه رز أبيض، مكرونة، اللي يريحك. أنا حبيت أقدمه بهذه الطريقة، إن شاء الله يعجبكم وتجربوه. وعلينا وعليكم بألف عافية.